حوار اليوم من الاو تي في، صباح الخير. ضيفي بهذه الحلقة دكتور جمال وكيم، أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية. دكتور صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. طبعا مستجدات إقليمية دولية بتنعكس على الساحة الداخلية بلبنان، مع أنه كنت عم بتقول لي أنه عنا ما في شيء بانتظار. لا، ما هي المستجدات هي اللي بتساهم بأنه عرقلت كل الحلول بلبنان. عرقلت كل الحلول، خلينا نبلش معك من هون. ليش في حلول أصلا بالأفق تطرح؟ انه يعني اذا في احتمال حل، يعني من هون ما فيش لا احتمالات حلول ولا حلول ولا اي شيء، في مراوحه وفي قد تكون سنه جديده صعبه على لبنان. لماذا يراد للبنان المراوحه بظل كل التغيرات اللي عم بتصير، كل محاولات التقارب العربيه الاسرائيليه والعربيه الامريكيه او العربيه العربيه ايضا؟ ما هي بالاساس انت مشكلتك الاساسيه بال يعني ايمتى بلشت ازمه لبنان؟ من 75 وطلوع، وقت اللي بلشت التسوية بين العرب وإسرائيل. لأنه إذا بنرجع بال 74 اتفاقية سيناء الأولى لفصل القوات بين مصر وإسرائيل، واللي حطت مصر على خط السلام المنفرد اللي توقع بال 79. هون بال 75 نحن بلشت الحرب عنا، أوكي؟ لأنه نحن جزء من كل جزء من هاي المنطقة. بوفقا لل الترتيبات، يعني ما بدي أغرق بالتاريخ، بدي أنطلق من هلأ شو عم بيصير. الملاحظ أنه بقمة العشرين هاي الجي 20 اللي انعقدت بالهند، صح، تم الإعلان عن حزمة مقررات، ولكن كان الأهم فيها هو إطلاق المشروع الممر الهندي الشرق أوسطي الأوروبي. طيب هذا الممر، هذا مش ممر بس للتجارة، هذا بيكون هو العمود الفقري للنظام الإقليمي الجديد اللي على أساسه في، يعني إذا بنشوف خط الممر بينطلق من الموانئ الهندية باتجاه الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، ينطلق عبر خط سكة حديد من الإمارات عبر المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، الكيان الصهيوني أو إسرائيل، ومنا لمينا حيفا، أوكي؟ ومن مينا حيفا عبر خط بحري آخر لثلاث موانئ، هي برايوس باليونان، ميسينيا أو ميسينا بإيطاليا، ومارسيليا أو مرسي بفرنسا. وهذا الخط مستثنى منه لبنان، سوريا، العراق. ننتبه هون، هذا الخط مش بس، يعني هذا الخط مين حلقة الوصل الأساسية فيه بين أوروبا صارت والمحيط الهندي أو المشرق والمحيط الهندي؟ إسرائيل. فهون مين تاريخيا كان يلعب دور صلة الوصل بين أوروبا أو الغرب والشرق؟ لبنان. فهون يعني في شاطب لدور لبنان نهائيا، وهذا بيستتبع شطب لدور لبنان كمركز مالي، وشطب لدور لبنان كمركز ترانزيت، يعني الشيء اللي قام عليه لبنان بالمئتين سنة الماضي، يعني عمليا شطب البلد. طيب شطب دور لبنان بشكل نفس بشكل الوقت عام. مين الشركاء الإقليميين لإسرائيل بهذا الخط اللي هو مثل ما قلنا العمود الفقري لنظام شرق أوسطي جديد؟ الأردن جسر عبور من إسرائيل باتجاه الخليج، المملكة العربية السعودية والإمارات. تاريخيا المملكة العربية السعودية والإمارات ما لعبوا دور ريادي بالمنطقة، يعني إذا بنرجع من فجر التاريخ لهلأ بنحكي عن مصر، بنحكي عن سوريا، بنحكي عن العراق، إيران، الأناضول أو تركيا يعني حاليا، أوكي؟ طيب بس ليه عم تستثني السعودية؟ يعني بدور الريادي اللي بتلعبه بالمنطقة لأنه السعودية، عم نحكي جيوبوليتيك هوني، السعودية إذا بدك ترجع لدور الريادي بالمنطقة هو من آخر 50 سنة، بس ما فينا نحكي عن دور السعودية الريادي بالقرن 19 أو 18 أو قبله أو خلال الحقبة الإسلامية حتى ظهور الإسلام. إذا بنرجع يعني أيمتى انتقلت عاصمة الخلافة من المدينة؟ زمن الإمام علي وقت اللي راح الكوفة، أوكي؟ يعني 1400 سنة من التاريخ السعودية ليست هي القاعدة، القاعدة في سوريا، العراق، مصر،
إيران أو الأناضول. طيب فالأمريكي شو عمل؟ خط هذا العمود الفقري للمنطقة وين مربوط؟ أول شيء يستثني هاي القوة، يعني من هون أول احتجاج إجا على لسان رئيس التركي رجب طيب أردوغان، اللي قال ما في خط ممكن يمرق بالمنطقة من دون ما يقطع تركيا. بتركيا مزبوط؟ هلأ هذا الإعلان. بنفس الوقت إذا منشوف هذا الخط يهمش قناة السويس اللي هي لمصر، بنفس الوقت منلاقي إنه هذا الخط بيضرب خط التنمية العراقي اللي كان المفترض يطلع من الفاو باتجاه يعني عبر العراق من شبه جزيرة الفاو بجنوب، يعني هذا اللي كان المفترض يوصل التجارة من الهند عبر الخليج باتجاه الفاو ومن باتجاه شمال العراق تركيا شرق المتوسط كمان أو تهميشه. هيدا ضربه ضرب خط آخر اللي هو خط السك البري اللي بيمرق بينطلق من إيران عبر العراق، المفترض سوريا، المفترض لبنان، يعني اللاذقية من ميلي وسوريا من ميلي، وهيدي الخطوط هي كمان الهدف الأمريكي منها، غير إقامة منظومة إقليمية تتبع له، لأنه وقت اللي بيعتمد على إسرائيل كالبول بالمنطقة، وقت اللي بيعتمد على قوى لم يكن لها دور ريادي بالمنطقة بالأصالة عن نفسها بس كدور تابع لأمريكا مثل السعودية أو الإمارات، هذا بيعني أنه النظام الإقليمي مضمون الولاء للولايات المتحدة. بنفس الوقت هذا الخط اللي بينطلق من الهند عبر منطقتنا باتجاه أوروبا عمليا شو عم يعمل؟ عم بيقيم منظومة إقليمية ودولية تحاصر أوراسيا من الجنوب، يعني روسيا الصين وإيران بنفس يعني، وهذا بيضرب جزء من مبادرة حزام وطريق الصينية اللي كان وظيفتها أنه تنطلق من الشرق باتجاه الغرب وتمر حكما عبر إيران، تركيا، عراق، سوريا، لبنان. من هون يعني هيدي كمان هاي الخطة أو هذا الهدف منه أنه مواجهة تمدد النفوذ الصيني الروسي الإيراني. بس بنفس الوقت طالما حكيت عن هذه الخطة وقبل ما أرجع فوت إلى الوحول السياسي بالداخل اللبناني، هذه الخطة اللي عم تحكي عنها عم بتقول بتمنع تمدد النفوذ الصيني والإيراني في المنطقة وإلى ما هنالك، ليش ممكن اعتبارها بالعكس أن بتسمح أكثر للصين وإيران أنه يخلقوا لهم حلفاء للصين عفوا وروسيا، يخلقوا لهم حلفاء جدد بالمنطقة مثل مصر على سبيل المثال والعراق وغيرها من الدول؟ في محاولات وكان لافت مثلا بمؤتمر القمة الأفريقي الروسي اللي عقد بسان بيترسبورغ الترحيب الخاص بمصر عدا عن انضمام مصر وطبعا أثيوبيا والمملكة العربية السعودية والأخرى، ولكن مصر تحديدا لمنظومة بريكس مؤخرا. بس هون في هيدا بيدفع الولايات المتحدة إلى مزيد من محاولات تهميش الدور المصري، أولا عبر هذا الخط اللي بيتجاوزها، اثنين عبر زيادة الضغوط الاقتصادية على مصر عبر قصة المديونية، طبعا التخبيص من قبل الحكومة المصرية بالعشر سنين الماضيين بالاستثمارات اللي وجهتها نحو بنى تحتية غير منتجة مثلا، شيء شبيه بالتخبيص اللبناني إلى حد ما. فهون وقع مصر بأزمة اقتصادية، عدا عن أنه بالنسبة للأطراف الأخرى كان في محاولات من العراق للتقارب مع الصين، هيدا سر الانقلاب على حكومة عادل عبد المهدي بال2019 وقت اللي وقع العراق اتفاق بقيمة 350 مليار دولار مع الصين. توقفت كل هالاتفاقات، عدا عن هيك انه في عنا احتلال امريكي للعراق، عدا عن هيك انه هلأ الامريكان عم يثيروا موضوع الخلاف الكردي او بكردستان العراق مع الحكومة المركزية لقطع خط التواصل، عدا عن شيء اللي عم يعملوه الامريكان هلأ من فوضى بشرق سوريا عبر قصة قسد والمعارك مع العشائر العربية، إضافة إلى احتجاجات سويدا اللي هي المفترض يعني إذا يعني عم يخلقوا بؤر إضافية من التوتر، بؤر أزمي بؤر توتر بالضبط. ومننتقل للبنان هوني، أنه كمان ليش بده يكون في حل بلبنان؟
لا لازم يكون في فوضى بلبنان جزء من الفوضى. هذا اللي عم بس رح أسأل عنه، عن هذا الخط اللي رسمته حضرتك ببداية الحلقة. نعم. اللي استثنى منه لبنان وسوريا والعراق ومصر ودول أخرى. نعم. أنت الآن من هون بتعتبر أنه ما في داعي للحل بلبنان طالما لبنان مستثنى بهذه من المرحلة من وجهة نظر أمريكية. الأمريكية. نعم. ايه أكيد. يعني لا تتوقع أن يكون في أي من الحلول رغم كل المبادرات اللي عم تنطرح تجاه لبنان وكل حراك اللي صاير بهالفترة. يعني من هون هذا سر التباين الفرنسي الأمريكي، لأنه الفرنساوية رغم كل شيء، يعني أنه قوة منتدبة قوة استعمارية إلى آخره، عندهم الجماعة هيك حساسية وضعف تجاه لبنان تاريخي، لأنه بيعتبروا الفرنسيين أنه هن كان لهم دور رئيسي وعلاقة تاريخية مع لبنان. البعض بيعود فيها لأيام الصليبيين يعني، ولكن هي إذا بدك نرجع للقرن السادس عشر ومستمرة لليوم، رغم أنه اليوم اختلف الدور الفرنسي بلبنان. فرنسا لم يعد لها هذا النفوذ الذي كان قائما سابقا. ما هو صحيح، لا، لأنه نحن جماعتنا مش عم أقول أنه نكون مع فرنسا جماعتنا نقلوا البارودي بالخمسينات والستينات، بلشوا ينقلوا البارودي من علاقة مميزة مع فرنسا لولاء للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا كمان استتبع بس حتى في أخطاء فرنسية طوال الفترات السابقة، وإيمانويل ماكرون اعترف بالأخطاء بأفريقيا على سبيل المثال. لا هلا أفريقيا شيء ايه كمان اعترف كمان في كلام فرنسا عن نزاعات وخلافات بالداخل الفرنسي داخل الدولة الفرنسية تجاه التعاطي مع ما هو تحديدا. إذا بدك فرنسا مشكلتها وين؟ فرنسا بطلت قوة رائدة بالعالم مع بالفترة بين الحربين العالميتين، وتجلت هيدي المسألة أكثر بدورة الهامشة بالحرب العالمية الثانية. يعني خلال 6 أسابيع كانوا الألمان محتلين فرنسا والأخرى. بعد هيك كان في محاولة لاستعادة النفوذ الفرنسي بالخمسينات، ولكن هذا اصطدم أنه صار في بيج بوس اللي هو الأمريكان، وهيدي تجلت أكثر شيء بالنسبة لأمريكا وبريطانيا وقت اللي عملوا العدوان الثلاثي على مصر. فهوني فرنسا سلمت. حاولت فرنسا تلعب دور مستقل مع الجنرال شارل دوغول، قام عملوا له كفين إخواننا الأمريكان بقصة هيدي الانتفاضة 68. عرفت كيف؟ وبعد هيك كل الرؤساء الفرنسيين من جورج بومبيدو لحد أقله ماكرون، أقله يعني كلياتهم، أنه فرنسا بتتبع أمريكا. وتثبتت هيدي الشيء بال2004 وقت جاك شيراك سلم للأمريكان أنه أوكي مثل ما بدكم، بس شو بتعطونا حصص. من هون للأسف الفرنساوية قد ما يحاولوا يلعبوا دور مستقل في البيج بوس الأمريكاني، وخصوصا أنه ما بيقدروا يتمردوا على الأمريكان، مع الأمريكان عندهم جماعتهم عندنا بلبنان اللي بيخربطوا لهم أي حل. اثنين، أنه الفرنساوي بحاجة لدعم الأمريكي بغير أفريقيا، خصوصا هلأ بيظل تمرد دول أفريقية على الهيمنة الفرنسية وتغلغل النفوذ الصيني والروسي. يعني الفرنسي رح يبقى تحت العباءة الأمريكية ولا ممكن كل ما يقال أو كل التباين. طلع نستقبله لمين عم بيروح ويجي؟ جون إيف لودريون. جون إيف لودريون، أهلا وسهلا فيه. نستقبله مش هدف الجنهوة، بس ما بإيده يمكن هلأ منضيفه قهوة، بعد شوي ما منضيفه قهوة كمان. ليه؟ هلا بدك تشوف الكرم اللبناني اذا حسب التعليم الامريكي. لا منضلنا كرمه، مش مشكله. لا بدنا التعليم الامريكي تنكون كرمه يا دكتور. عم تقلل لي انا مني وعلي بضيف وكنافي كمان، مش بس بس انه بدك تشوف اللي عم يقبل الاملاءات الامريكيه. بعد عنده حظوظ جان ايف لودريان بالمرحله الجايه، او انه هي فقط بناء على التوصيف ومسح ماء الوجه؟ يعني في محاولة. أنا بتقديري أنا مؤمن بهيك صدق نوايا الفرنسية لمصلحة مثل ما قلنا فرنسية، لأنه بالنسبة للفرنسيين أن يكون لبنان تحت أنه علاقة مميزة مع فرنسا، يعني في حضور فرنسي بالليفون، تعرف يعني في ضعف فرنساوي تجاهنا بلبنان للأسف، يعني للأسف بالنسبة لهم معترين هلا خصوصا بظل بخصوصا بظل التنافس لكن النسبي بين فرنسا وتركيا على شرق المتوسط. اوكي هلا طبعا اذا نوجد حلول بلبنان، فرنسا الى البور، فرنسا الى بعض الاستثمارات، فرنسا الى قاعده ومدخل من لبنان باتجاه الشام
ومحفوظ هذا الأمر يعني حتى أصلا بالبور بدأت فرنسا تتحرك. محفوظ بالنسبة إذا صار في حل، بس الأمريكي ما بده حل هلأ. وقت اللي بيكون عم يعمل فوضى بالعراق وبسوريا، ليش بده حل بلبنان؟ ما نحن يعني نطلع على هالخريطة. بس لبنان هو على الحدود مع حليفة الولايات المتحدة الأمريكية الأساسية. لبنان اليوم عنده تنقيب، عنده استخراج يمكن لاحقا على هذه الحدود بالتحديد. يعني الأمر بيختلف بما يتعلق بلبنان عن سوريا ودول أخرى، ألا تعتقد هذا؟ لا، لأنه أمتى بيصير وضع لبنان مميز؟ وقت اللي مننزرك نحن بمعنى شيء بيتعلق بترسيم الحدود ومنهدد بعرقلة المشاريع الإسرائيلية. بيجي لعنا هوكشتاين أنه لا بعرضكم قصة ترسيم الحدود البحرية وترسيم الحدود البرية. وبآخر مرحلة أثير الموضوع من قبل الرئيسين بري ومئاتي مع هوكشتاين، يعني أستاذ هوكشتاين وقت اللي نعمل ترسيم الحدود بما يرضيكم، يعني الخط 23 مش الخط 29 بما يرضي الطرفين. هلا انا مني وعلي مش راضي، بس انه بس هني بالاساس كان في وقوف على رضا الامريكي، كان في مقابله ان تسهل امريكا الحل السياسي. فقامت امريكا عبر بعض حلفاء عرقلت الحلول، ولا تزال تعرقل الحلول السياسيه في لبنان. من شان هيك اذا بتذكر بفتره من الفترات كان في تفاؤل بانتخاب رئيس، وهلا ما فيش رئيس وما فيش اشياء تانية كمان. فهوني الأمريكي لا بده فوضى بلبنان، بس ما بده أن يتأثر الوضع بفلسطين المحتلة. ومن هون الشيء اللي عم بيصير بالمخيمات هذا جزء من الفوضى التي تريدها الولايات المتحدة، لأنه اللي صار بالمخيمات أتى بعد زيارة ماجد فرج إلى لبنان، وبلشت إثارة المشكلة بالمخيمات. يعني بعد مش معروف من هو الجهاز، دايما بنرجع لراجح مين يلي عمل، مين اللي اغتال المسؤول بفتح. عدا عن الخلافات داخل فتح هلا بين جناح الدحلان وجناح محمود عباس وجناح اخر محايد وحلة بقى، يعني انت في عندك فريق، في عندك دوري فوتبول داخل فتح غير دوري الفوتبول داخل المخيمات، غير دوري الفوتبول بلبنان. لا واضح يعني واضحة حالة الفوضى يلي عايشين فيها. بس قبل ما اروح على الفاصل، عم تحكينا عن الجنوب، عم نحكي عن المنصات، عن التنقيب، عن كل هذه الامور. طب كيف بدها تصير الامور بالمرحلة الجاية؟ ماذا لو اعلن عن استكشاف بالبلوك رقم 9؟ ممكن من هلأ لوقتها يصير في أي حدث أمني معين يدفع توتال إلى الخروج من لبنان على سبيل المثال؟ سيناريو مطروح اليوم؟ التوتال هي مسجلة فرنسوية، ولكن بالنهاية لمين بتخضع؟ للأمريكاني. في تجربة سابقة، توتال راحت على عقود بعشرين مليار دولار مع إيران، وقت اللي قالوا الأمريكان بتطلع يعني بتطلع. لا، لأنه السوق الأساسي للتوتال هو عند الأمريكان، مش فبالنهاية التوتال إيه بتطلع. بس ليش بدوا يتأخروا تيقولوا؟ يعني ليش بدوا يعني مش تأخروا شوية تيقولوا؟ لا ما رح ما تأخروا شوية، نحن دخلنا بمرحلة حاسمة ودقيقة بهذا الملف. التوتال مش إجت على هذا البلوك رقم 4 وكان على أساس في عنا وفر ما هي، وبلغ عليه الرئيس عون آنذاك مظبوط. وبناء على صار في، إذا بتذكر يعني جزء أساسي من معركة بلدية جوني هي لأنه المفترض السيرفيس بورت لهذا البلوك هو بور جوني، ماشي. فشوي نشف البلوك ما طلع في شيء، أنجل للاستخدامات الهيكي حتى مش للاستخدامات يعني. نفس الشيء ممكن يعني وقت اللي بيجوا الأمريكان، يعني نرجع وقت اللي انسحبوا الأمريكان من الاتفاق النووي، وقتها احتجت ألمانيا واحتج ماكرون. بس دكتور نحن عم نسعى عامل، عم نسعى عامل في حزب الله اليوم على الحدود. ما هو بوقت احتجت فرنسا واحتجت ألمانيا أنه ما فيك يا أمريكا تطلعي من الاتفاق تم توقيعه، قالوا له أنا بدي أطلع وأفرض عقوبات. توتال شركة فرنسية، قال ماكرون كل الدعم السياسي لك، قالت له اي حبيبي بس كل الدعم الاقتصادي عند الامريكان، طلعت معي. فللأسف هيدي الحقيقة الواقعة. انا يا خوفي من انه ما يطلع نفط وغاز لانه لاسباب سياسية، لانه طيب ليه استبعدت غاز بروم
لا استبعدت شركات أخرى، لا استبعدت غازبروم من أنها تيجي تستثمر ببور صيدا وبمصفات الزهراني عفوا. أوكي، هذا لأسباب سياسية، وهنا جايين بديل نحن بنربح منه. يعني نفس الأسباب السياسية قد تؤدي إلى إعلان عدم وجود الكمية من الغاز الكافية لبدء عملية الاستخراج، علما أنه في حدنا عملية استخراج قائمة من نفس الحوض. رح نروح على الفصل الأول بهذه الحلقة، ومن بعدها منتابع هذا اللقاء مع دكتور جمال وكيم، أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية. دكتور وكيم، بالداخل اللبناني شفنا الأسبوع الماضي كنا عم نحكي عن جون إيف لودريان، كان بلبنان بالفترة الماضية، التقى المسؤولين في لبنان ومغادر من بعد، قيل لن يعود ولكنه أكد أنه سيعود إلى لبنان بالمرحلة المقبلة. بالموازية انطلق حراك قطري أيضا تجاه لبنان، المسؤولين القطريين في لبنان ويلتقون عدد من المسؤولين اللبنانيين، ويبدو أنه في تغير بالهواء بالمرشحين الرئاسيين وطرح لأسماء جديدة غير قائد الجيش، يقال أنه العميد بيسري أيضا اسم مطروح. شو عم بيصير بهذه الحالة من توزيع الأدوار هو أو تناقض برز بالخماسية اللي انعقدت بالمرحلة الماضية وكل واحد صار عم يشتغل على حسابه؟ بتقديري أول شيء ما فيش توافق بالخماسية، يعني تناقض وكل واحد فاتح حسابه، هذه وحدة بطبيعة الحال، غير أنه ما فيش توافق بين الأطراف اللبنانية حتى بين الحلفاء. أوكي، يعني من طرف معين تنقول، لأنه بالأساس ما فيش جدية لأي مرشح. يعني أي مرشح يطرح الآن ليس بالضرورة ترشيحه جدي، مش لأنه هو منه جدي، لأنه ما في طرف أساسي نافذ بلبنان اللي هو الأمريكي ما بده حل. من هون قدين نحن بالشهر صرنا 23، وين طاولة الحوار تبع الرئيس بري مثلا؟ مش لأنه الرئيس بري ما بده يعمل حوار، مش لأنه بعض الأطراف ما بدهاش تشارك بالحوار، بس إنه بيفيد الحوار اليوم تعتقد؟ هلا حتى هلا بيفيد ما بيفيد، يا أخو برئاسة الرئيس نبيل بريد، لن يؤدي إلى نتيجة، لن يؤدي إلى نتيجة. ليش؟ لأنه الطرف الأمريكي ما بده حل، وأول من يأتمر بالتعليمات الأمريكية أعلن مباشرة أنه هو يرفض الحوار. عم تحكي عن بعض المعارضة والقوات اللبنانية، القوات اللبنانية الكتائب، مش هيك؟ مش هن اللي أعلنوا أنه لن يشارك؟ هن بالطرف الأمريكي أو بالطرف السعودي؟ ليدو، بس بالدرجة الأولى المعلم هو الأمريكي. أوكي، يعني الأمريكي بيأجر شوي مرات، بيعمل سب كونتراكتينج. لا أنا بس عم استوضح، لأنه في ناس بيتهمون أنه بالطرف السعودي وفي ناس في علاقة قوية مع السعودية، بس يعني تنقل بفترة من الفترات إذا بتذكر وقت اللي قال أنه صار في حلحلة بين السعودية وإيران، ومنلاحظ خطاب القوات تغير وتميز عن السعودية، لأنه هو بالأساس عند الأمريكاني مش عند السعودي. هلا بيعمل سب كونتراكتينج، بيعمل مالتي ديسيبلينري تاسك. يعني في توافق أمريكي سعودي على عدم الوصول إلى حل في لبنان، أم أنه السعودية، يعني جانا نشوف حراك سعودي بمرحلة معينة كان في انكفاء عن المشهدية، بالآونة الأخيرة عدنا لنرى السعودية تجمع الأفرقاء، تجتمع بأسفير السفير، لا لا وقت اللي جمعتهم تحديدا السفير السعودي، وقت اللي جمع النواب السنة، نواب الأمة السنة، تيقول أنه أنا جزء أساسي من أي حل بده. عادت إلى هذا الكلام، سابقا كان في انكفاء وعدم رغبة، بس بنفس الوقت ما هي كانت رسالة للفرنساوي، رسالة للفرنساوي أنه تعال هون وينك رايح وشاطح بحديثك مع حزب الله أو مع الثنائي الشيعي أو مع التيار الوطني الحر، أنا هنا وبالنهاية بدك السنة يحني عندي. مشان هيك مع مين اجتمعوا النواب السنة؟ مع لودريون. وين؟ بالسفارة. شايك؟ بالسفارة السعودية. طيب لا، السعودي هلا هو متماهي مع الأمريكي، بعدين الأمريكي عطيه شغلة كبيرة، قصة انه يكون جزء أساسي من هيدا الممر الهندي الشرق أوسطي
من هون الخطاب السعودي بالتطبيع، انه ايه بنطبق كلام ولي العهد، كلام ولي العهد محمد بن سلمان، يعني متجاوزا حساسيات كثيرة بالنسبة للمملكة العربية السعودية. والرد الاسرائيلي بانه نعم نحن اقرب من اي وقت مضى الى التطبيع مع المملكة العربية، ما هو في تطبيع يعني، هي للصراحة بس اللي ناقصهم يفتحوا سفارات. يعني بزمنات واتفاقية كامب ديفيد تم فتح السفارات بين مصر وبين اسرائيل، ولكن لم تقام علاقات اقتصادية وعلاقات ثقافية وإلى آخره كما كان يتوقع الطرفين. هون بلشوا بالعكس، عم بيعملوا العلاقات، عملوا علاقات اقتصادية، ما في أي مشكلة، حتى من هون نزلت زيارات إسرائيلية وزيارات، وفي في مستثمرين إسرائيليين الآن، ومشاركة رياضية، يعني كل التطبيع جاري باستثناء انه يكون في سفارة هون وسفارة هون. بس هذا التطبيع ان تم سيقلب الموازين بالمنطقة، ستكون مفاجأة بحد، مش مفاجأة يعني، سهو الاعلان عم بيصير تلقائيا تدريجيا، بس ستكون الارتدادات كبيرة على المنطقة. المملكة العربية السعودية حاضنة السنة والاساس بالعملية السياسية بالمنطقة تطبع مع إسرائيل، مش الارتدادات أكبر من الارتدادات مع تطبيع الإمارات الإسرائيلي والبحرين الإسرائيلي؟ لا، هو السعودية صارت جزء من منظومة الشرق الأوسط، بلشوا التطبيع اللي هي مثل ما قلنا العمود الفقري إسرائيل أردن سعودية والإمارات. طبعا طبعا. بس سابقا كان الخطاب من شهرين يقول أن القضية الفلسطينية هي الأساس يعني. إيه بس هذه كان في إطار المساومة، لأنه في باكج كان بده إياه محمد بن سلمان. ما ننسى أنه محمد بن سلمان كان معاقب بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة ملاحقته لبعض يعني قصة جمال الخاشقجي، كانت هي رأس جبل الجليد tip of the iceberg. بس أنه مثلا الإطاحة بمحمد بن نايف اللي هو زلمة الأمريكان الأول، كان ملاحقة سعد الجابري اللي هو مسؤول المخابرات، ملاحقة بعض الرموز السعودية اللي كان عنده علاقة مع الأمريكان. فبالتالي هون كان في معاقبة لمحمد بن سلمان، وتمت هاي المعاقبة بعدة مراحل، من ضمنها مقاطعة جي 20 اللي انعقدت بالسعودية بهذه الفترة 2020 تقريبا، أو قبل فترة قصيرة تذكر التاريخ، المقاطعة اللي كانت من قبل الشركات الدولية للمملكة العربية السعودية، إضافة للتشكيك برؤية المملكة 2030. كل هذا تغير تحديدا بالجي 20 اللي انعقد بنيو دلهي بمشاركة المملكة العربية السعودية بهذا الممر، والدخول بخطوات تطبيع، عدا عن انه كان في مطالب سعودية بشيء بيتعلق ببرنامج نووي سعودي سلمي برعاية أمريكية، بنقل خبرات، بنقل استثمارات، كلياته هذا انه بالنسبة للأمريكاني ما عنده مشكلة فيه ولا الإسرائيلي، فنقلوا له إياه مقابلة أنه أوكي هلأ وين صارت القضية الفلسطينية، خف الخطاب. يعني تتوقع إعلان قريب عن تطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل؟ مش أتوقع، التطبيع جاري، ما هلأ هو جاري، بس الإعلان يعني في إعلان، في استراتيجية معينة، فتح سفارات لناقصوا سفارات. أوكي، فيهم يأجلوا قصة. طب هذا الأمر كيف سينعكس على العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإيران؟ بالنسبة لإيران، ننتبه بالنسبة للمملكة العربية السعودية هدأت مع إيران، وإيران عندها مكاسب معينة من التهدئة مع المملكة العربية السعودية، اللي هي تجنب الفتنة السنية الشيعية وباليمن وفد حوثي طلع على المملكة العربية السعودية، وهلا في قصة الوافد الحوثي. يعني ننتبه كمان إيران محاصرة ومزروكة، خصوصا بما يجري الآن بالقوقاز، قصة أذربيجان، قصة أرمينيا، قصة باشينيان، كيف نقل البارودي من حلف مع روسيا ومع إيران إلى حلف مع الأمريكان، كله هذا بيدخل بالحسابات. فبالتالي بدك تشوف قدرة أي دولة على العرقلة. هون في عندك كمان نقمة تركية على الموضوع، هني سنة على السعوديين بهذه القصة، عدا عن أنه المصريين، ولكن المصريين مكبلين مثلا. هلا فيك الجزائر عم تحاول تلعب دور فاعل، ولكن الجزائر بعيدة. بتقديري انه الاثر، يعني ردود الفعل التي قد تعرقل هالمسار ضيفي، الاحتمال الوحيد هو بانه تصاعد المقاومه الفلسطينيه في الضفه الغربيه،
هذا بيعرقل مسار هذا الخط، لأنه حكما بده يمرق يا بالضفة الغربية، يا هذا الخط السكة التران اللي هو، يا بمنطقة قريبة. فوقت اللي بتكون مارق الخط عبر منطقة فيها question mark، يعني هذا بيأثر على أمن الخط وبيأثر على الشركات الدولية اللي بدها تستثمر فيه، عدا عن أنه أكلاف التأمين إضافة لمسائل تقنية بالنسبة لهي الخط اللي يصير ناجز، اللي هو أولا استكمال خط سك الحديد، لأنه حسب الدراسات بينقصوا في هي 3000 كيلو المسافة، بينقصوا 1100 كيلو بده مد. ببعض المحلات مثل السعودية، مثل شمال السعودية والأردن، هذا الخط قديم من أيام الدولة العثمانية، بده إعادة يعني تجديد. كمان في مشكلة أخرى اللي هي أكلاف عمليات الربط، يعني هذا الخط بيجي بالبحر على الفجيرة، بدك تفرغ الكارغو من السفن لسكة التران، بعدين تمرق سكة التران بمناطق فيها توترات، يعني مثل الفجيرة قريبة من مضيق هرمز، في عندك الضفة الغربية، في عندك بعد هيك تفريغ من مرفأ حيفا من سكة التران أو من الكارغو من الخط التران لسفن، عدا عن أنه كمان على كل حال اليوم مرفأ حيفا بدأ يلعب دور بديل بمكان عن مرفأ بيروت بتوزيع البضاعة. كان مرفأ بيروت هو المرفأ الأساسي اللي ما هذا اللي عم نحكي، توزيع البضاعة إلى عدد من الدول، اليوم ما عاد كذلك، صارت الأمور عم تتجه إلى مرفأ حيفا. ما هيدا سر أنه من 75 وقت اللي بلشت التسوية كان يؤهل مرفأ حيفا ليكون بديل عن مرفأ بيروت، وهذا جزء أساسي من الحرب الأهلية بلبنان. دكتور، تتوقع انطلاقا من هون بعملية التطبيع اللي عم بتصير أن يكون لها انعكاسات على الساحة الجنوبية اللبنانية، مثلا ارتدادات وردود فعل؟ لا، الردود الفعل هو بتفجير داخلي بلبنان، يعني يلهونا ببعضنا. مين بده يلهينا؟ يعني إذا راح السعودي والإسرائيلي إلى التطبيع، مين بده يلهينا نحن كلبنانيين؟ الإسرائيلي والأمريكاني. بشو؟ كيف يعني بين بعضنا؟ أعطيك مثال، ما المخيمات مين اللي بس المخيمات ما بيلهونا بين بعضنا، يعني المخيمات هي عملية داخلية، ممكن أكثر شيء يزج إذا لم يتم بعد لهلأ لم يتم احتوائها، لأنه بدها تكون أو هيدي واحد من فتائل التفجير. ما زبط هيدا الفتيل نعمل لك قصة تانية، يعني أحداث متنقلة مرات كتير، بتعرف إن نحن اللبنانية دايما عم بتصير هذه الأحداث المتنقلة مش عم توقف. دايما اللبنانيين قد ما بيحبوا بعضهم أي واحد بيقدر يعمل خلاف بيناتهم، يعمل فيهم مقلب، يعني يعمل فينا مقلب. فانه قداي بدا، وعنا للاسف كل اجهزه المخابرات بالعالم شغاله، يمكن ما عدا اجهزتنا. بس هذا الامر بيؤدي لفتيل تفجير كبير في لبنان او لا؟ عم نحكي عن عمليه الهائيه مستمره مثل ما كان عم بيصير سابقا من الطيور وصولا للكحاله وغيرها من الخطاب العالي. الخطاب العالي اللي بيحمس بعض الشباب، مثل هذا الشاب اللي تحمس وراح عمل حاجز بقلب جوني. انا الأقل لو من هو هذا الشاب، هذا الشاب عم يتم تعبئته. بدك تشوف المحرضين، المحرضين معروفين على شاشات التلفزيون. فبالتالي هذا الشاب مثله متايل من هاي الميلة أو هيديك الميلة، ننتبه شحن النفوس. شحن النفوس، ويعني وقت اللي بتكون الناس محقونة بتصير مثل جرة الغاز اللي بدها بس في التايشة وبتفجور. فالوضع مهيئ للأسف، الخطاب السياسي مهيئ وقت اللي بنحكي عن فدرالي وتقسيم وما بعرف شو وشو بدنا فيهم. انتبه اللي عم يحكوا بهذا الموضوع كلياتهم عندهم جنسية تانية، يعني هاو الزعمة عندهم جنسية تانية وعندهم استثمارات وبيوت برا. مين اللي بتروح عليه؟ انت وانا واللي ما عنده جنسيه تاني واللي ما عنده بيت تاني برا. بس البعض بيعتبر انه اليوم هذا الخطاب اوكي عم يستعيد مرحله سابقه كانت موجوده بلبنان، بس واقعيا عم نوصل لمرحله التغيير الكبير في لبنان، سواء عن طريق التقسيم او عن طريق النظام.
ما بعرف اذا بتوافق على على ما على, على بس يعني اليوم في البعض عم بيعتبر انه احنا ممكن نروح على التغييرات الكبرى اللي هي التقسيم بلبنان او تغيير النظام يلي انحكى عنه كثير بمراحل سابقه. هلا عم بقرا عن كتاب عن الرئيس إيميل الدين هلا يعني مرحلة الأولى تنقول قبل إعلان قيام دولة لبنان الكبير وقصة الوفود والبطرك حوي. واحد من الأسباب الأساسية اللي خلتنا نطلع من جبل لبنان لا لبنان الكبير شو هو؟ الاقتصاد. طيب هذا البلد يخي مش قصة أنا بدي يعني باقتصاده لا يحب لا يحتمل التقسيم أو الفدرالي ما بدي فدرالي. أنا كجمال وكيم يخي من ضمن الفدرالي بدي فدرالي تقرنة الروم، وإذا بدك باستثناء بخعاز لأنه ما كتير أصحاب نحن بالبربر. القصة مش قصة مزاجي أنا شو بدي، مش قصة يمكن بالمزاج بمزاج كل واحد كل واحد مش طايق جاره يعني، بس القصة لا تقوم على أمزجة، تقوم على حقائق بالدرجة الأولى اقتصادية وجيو سياسية. بس محلي ما بتعتبر أنه اتفاق الطائف هو كمان بما حواه بالتقسيمات اللي قائمة جواته التقسيمات الطائفية مين قال لك شكل من أشكال الفدرة للطائفية للبلد أو مين قال لك أنه شيء منيح الطائف يعني هو مسار ومستمر بعد ما وقف لليوم. الطائف أضرب من الميساء تبع 43 والميساء 43 أضرب من نظام المتصرفية بال 1861. مشكلتنا أنه نحن ننتقل من نظام إلى الأضرب. هذا اللي عم بسألك عنه أنه وصين على شيء أضرب باللي جاي أضرب وأفكر به. وهون واحد من المؤشرات هي نسب الهجرة. طب وقت اللي الناس إحساسها من كل الطوائف إحساسها أنه ما عنده أمل بهالبلد، لا زيد عليها في عملية تفريغ لهذا البلد يعني بعد ما تم تفريغه من يعني أو إزالة الطب والاقتصاد والمصارف والمدارس كل القطاعات تحللت، بعد في تهجير الشباب من يعني تصير خلاص على الأرض يا حكم. مزبوط. التهجير كيف عم بيكون؟ مش بالضرورة يجي واحد يحط لي الفرد براسي وقت اللي أنا ما عندي سبيل أني أعيش بالبلد، فبدي أنتقل أنا وأسرتي إلى الخارج. ما هيك؟ هلأ أعطيك مثل، بعد ما طارت معاشاتنا أنا بشتغل عمليا بين كتابي وتعليمي والآخرية بخمس محلات من ضمن الجامعة اللبنانية، ومرتي بتشتغل بثلاث محلات، يعني ثمان محلات لفردين لإعالة أسرة من ثلاث أفراد أو خمس أفراد يعني ثلاث أولاد. طيب هيدي اللي نحن عم نحاول نصمد بهذا البلد، كيف اللي ومش صامدين يعني بالحد الأدنى وأقل بتعمل حساب إذا بدك تطلعون مشوار مثلا. طيب هيدي المحظوظين مثل أفضالي وأفضال الأسرتي، الناس اللي مش عم تلاقي شغل كيف بدها تصمد وقت اللي بيكون في عندك عصابة مولدات فارضين ببعض المناطق انه ما فيش عدادات ما بيركبوا لك عداد. نحن الحمد لله بيروت بالتحديد نحن الحمد لله بأنطلياس في عداد، فبتجي الفاتورة $100 $100 $120 تقريبا، يعني تقريبا تلتين المعاش الجامعة مع المساعدات بالنسبة لإلي. طيب ماشي. طيب وقت اللي مفروض على ناس بالحد الأدنى وما عندهم شغل تاني $300 شو بيعمل هذا؟ يعني ردونا لأيام وقت اللي بيجوا الأعداء بيهددونا بإعادتنا للعصر الحجري، يا حبيبي ما نحن بالعصر الحجري يعني شو بدك وين بدك ترجعنا في محل نرجع له يعني عم تهددنا بشيء نحن فيه انه لا لن تجرؤ. لا هلا في حتى بالداخل في البعض بيهدد بمرحله أسوأ يعني عمليه اللوج وراح اللوج وبعدنا باللوج وبكره جاي ايام أسوأ يعني. بس يعني انا عم بعطي عفوا نموذج عن حالي اللي هي بعتقد افضل وضعي نسبيا من غيري، تقول لك انه انا شخصيا عم حاول المستحيل تضل بالبلد، ولكن ليس عندي امل انه اولادي يضلون بالبلد. هاي من الاخر. فهيدي وقت اللي بيجوا بيحكوا عن افراغ البلد وتفريغ البلد من ابنائه، تفريغ البلد من ابنائه يتم بهذه الطريقه، وخصوصا انه كان بزمنات نهاجر ونبعت اموالنا للبلد تنيجي نتقاعد فيه، اجوا بني مصارف وسرقوا لنا اياهم كلياتهم بحجه قال شو هل عارف شو وضع اليد على المدام ليه.
فهلا انت هي بطلت تأمن بني مصارف، بس هي بني دولة تأمن. قبل بني مصارف يعني لا بني لا دولة بالاستدانة من المصارف المستمر وواجب اوقات مصرف لبنان بحكم القانون التسليم. مين هن المصارف الدولة. مين هن المصارف؟ هن الدولة، لانه هودي المسؤولين، كل مسؤول عنده مصرف. بتلاقي جيب ليستة اعضاء مجلس الادارة بالمصارف، بتلاقيهم رجالات الدولة واضح الشبيب الطيبة يعني. طب انا بدي اروح على فاصل تاني من فعفوا يعني هودي مصادرين وسارقين وناهبين الدولة، وبيجوا وقت اللي بتيجي بتواجههم بيقولوا لك روح شوف الدولة. لا يا حبيبي، انت المسؤول، لانه انت اللي مصادر دور الدولة، وانت اللي فارض هيمنتك على الدولة، وانت الحرامي اللي عامل حالك وزير ورئيس والى اخره، وجاي سارق اموال الناس. وقت اللي سرقت اموال الناس قبل ما تسرقهم طلعت اموالك بإشارة لبرا وجاي تقول روح عند الدولة. لا، بدي روح لعندك وعبيتك. رح روح على فاصل هلا، ومن بعد الفاصل بنرجع لنتابع الجزء الأخير من حوار اليوم. الجزء الأخير من حوار اليوم مع دكتور جمال وكيم، أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية. دكتور، فصلنا الأدوار كتير، يعني دور فرنسا، دور السعودي، الدور الأمريكاني، دور القطري، يعني كأنه تنحى الفرنسي أو شوي تراجع الفرنسي بهذه الآونة بظل التباينات بالخماسية، ويتقدم القطري بمجموعة من الاتصالات واللقاءات. شو اللي بيميز اليوم القطري بهذه المرحلة؟ لماذا يطرح اسم جديد؟ وكمان بالتزامن، هل سقط اسم سليمان فرنجية دوليا وإقليميا؟ يعني بالأساس أي اسم هلأ ساقط، بمعنى أنه ما فيش انتخابات يعني، او ما فيش توافق، لانه ما فيش توافق اقليمي وما فيش توافق بالداخل، فلن يكون هنالك رئيس، واخشى اي يؤثر هذا على باقي المؤسسات يعني. هلا قريبا عندنا تحدي مساله أيضاً. الجيش يعني، مؤسسه الجيش هي من اخر المؤسسات اللي بعدها يعني المفترض تشكل عمود فقري لما تبقى من هذه الدوله. والتهديد الامريكاني بسحب المساعدات كمان بالتزامن، يسحبوا يعني بعضنا أصلا. طيب بالنسبة للقطري، يعني رغم مبادرته بيحاول هو هلأ ينفذ بالهامش ما بين تنقول الفرنسي السعودي الأمريكي، ينفذ بشي مبادرة تيعزز دوره. بس ننتبه يعني، قطر هلأ غير قطر قبل 2012. قطر هلأ ما وخصوصا بعد الخلاف السعودي القطري، وهلأ رجعت ضبطت العلاقات، ما بيلعب خارج الصحن السعودي، ما بيقوم بمبادرة يزعل فيها السعودي. والدليل أن السفير القطري التقى بالسفير السعودي قبل ما يجتمع السفير السعودي مع نواب السنة. مظبوط. واثنين، أنه كمان القطري ما ممكن يروح بمبادرة يرضي فيها الفرنسي ويزعل فيها الأمريكاني. يعني هون إذا بيقدر ينفذ بشيء ينتزع فيه جزء من حصة، يرجع يستعيد جزء من دور إلى آخره، أوكي. أما غير ذلك، بس بالإجمال كل المعطيات تشير أنه طيب وقت اللي الكبير ما بده الحل اللي هو الأمريكي. طب شو اللي دفع فيه لطرح مروحة جديدة من الأسامي؟ طبعا من ضمن قائد الجيش، بس صار فيه إشارة لأسامي أخرى، وخصوصي هون بموضوع قائد الجيش. الأمريكان يحبذون جوزيف عون، لا يعترضون عليه. الاعتراض أو مش الاعتراض أو الرفض بين مزدوجين الأساسي كان يأتي من فرنسا التي كانت تحبذ سليمان فرنجية. لك للأسف الأمريكان يحبذون الفوضى، وإلا لو بدهم حل كانوا حتى بيمشوا بسليمان فرنجية. أوكي. لأنه جزء من المبادرة الفرنسية اللي هي مبادرة سليمان فرنجية بنواف إسلام، إذا بتذكر صحيح، بأول هي بالأساس يعني الفرنسي ما طرحها قبل ما يعرضها على الأمريكي، بس الأمريكي ما بده أي حل بلبنان، خلي الوضع يهتري أكتر، خلي الوضع الاقتصادي يتأزم أكتر، خلينا نلتهي ببعضنا. بنفس الوقت هو عم بيمرق مشروعه، يعني جيب الخريطة يا أخي، في أوتوستراد مارق من حيفا للفجيرة، إذا الفوضى على يمينه ما بتأثر عليه، بالعكس بتأمنه من هون. طيب مين اللي عمل الفوضى بالسويدة؟
الأمريكاني. يا عين عليك. لا، جزء من اللهو والفوضى اللي بدأت تلهي السوري بمشاكل داخلية عن هذا الخط. كمان الشيء اللي عم يعملوا بالعراق، إلهاء العراق عن هذا الخط. هذا الخط. بس إذا بدنا نعتبر اليوم بالموضوع الرئاسي، بتعتقد إنه الأسماء يلي عم تطرحها قطر أيضا هي أسماء للحرق؟ يعني نحن بعدنا بمرحلة حرق الأسماء، ومن هذه الأسماء اسم جوزيف عون. لأنه اليوم إذا بتسأل الداخل اللبناني يقال إنه سمين فرنجية حرق، جوزيف عون حرق. مش بالضرورة. يعني بعد لهلا، يعني نحن كتير بنحكي هلا تصير التسوية، فيك تجيب مين بدك رئيس، مش مشكلة. أوكي، بس طالما ما في تسوية إقليمية ما فيش رئيس. بزمانات بوقت الطائف، وقت اللي ترشح الياس الهراوي بعد اغتيال رنا معوض، كان إذا بترجع بوقتها بالانتخابات تبع رنام عوض ترشحوا ثلاثة، رنام عوض، جورج سعادي، والياس الهراوي. الثاني بالأصوات كان جورج سعادي. الياس الهراوي أخذ صوتين ثلاثة، فجأة الياس الهراوي أخذ بعد رنام عوض 128 صوت بوقتها. إيش التسوية أنا ذيك؟ إيش التسوية؟ الياس الهراوي علم، وكان مرشح سوريا الأول بوقتها، مش هيك؟ إذا بترجع قبلها بال83 كان الياس الهراوي هو المؤيد الأول لاتفاق 17 أيار، والمهاجم الأول للشقيقة، وكان عم ينمر عليها، وصار في خلاف بوقتها بقلب مجلس النواب مع النائبين زاهر الخطيب ونجاح وكيم مع الياس الهراوي بوقتها. الناس بتتذكر يعني التسويات تخلق المعجزات. هذا بدك تجرب التسويات. يعني ما حدا يراهن اليوم على اي شيء. نحن بلاد المعجزات. بلاد التسويات. لا بس تحديدا نحن بلاد المعجزات، يعني دائما في هيك شيء غيبي، شيء الهي يتدخل، وعندنا دائما بعدين اكثر ناس عندنا قديسين لسبب كثير بسيط، لانه قد ما عندنا مصايب ما في الا القديسين بيقيموا فينا. عم بيقيموا فينا هالقديسين هلا يا دكتور. الله يعينهم. ما في شيء يقيم فينا على اللي عايشينه بهالبلد. مزرعة بين مزدوجين. كمان كان لافت كلام الأمير القطري بالأمم المتحدة لما حكي بخطابه عن لبنان رئاسيا، ولما أشار إلى أنه يجب أن نفعل شيء غير انتخاب الرئيس، هو بموضوع ما يتكرر الفراغ. طب هيدا شو بيعني؟ هلا مصيبة، يعني إنه نحن هلا بدنا نستند للتجربة الديمقراطية الدستورية العريقة لقطر مثلا بهذا الموضوع. ماشي الحال. طب لا بس انطلاقا يعني يلي قالوا لافت هلا التجربة الديمقراطية العريقة وما بعرف شو نحن معنا فيها، يعني بس عم بيلمح لإعادة تشكيل النظام في لبنان. يعني ما هو الطائف انتهى، هلا بيضلوا يحكوا لي بالطائف، معجزات الطائف. هو الطائف بالاساس، بس ما حدا عم ينعي الطائف، الكل عم بيقول تعديل الطائف، ادخال تعديلات على الطائف، بعض التغييرات، بعض الامور الغامضه يلي اراد المشترع انذاك. المشترع بالبطيخ يا زلمه، كانوا قاعدين ما عارفين شو عم بيصير النواب بالطائف. كانوا ملهيين البعض بالسيجار، مع انه ما بيدخنوا سيجار، بس لانه بلاش بوقت. ماشي. طيب الطائف كان معادلة سورية سعودية أمريكية، انتهت هذه المعادلة، فطار الطائف. هلا بيجوا قال المشرعين والبند بطيخ والبند السابع على وصاد على 10، وكله هذا حكي بلا طعمة. هلا التسوية الإقليمية اللي ركب عليها لبنان بين 90 وال2005 انتهت، فتنا بالكومة 2005 لهلا. في هلا تا يرجع يركب النظام ولا يتكرر قصة الفراغ ما بعرف شو هيدي، انه بدك نظام جديد. طب يعني بس الكلام القطري يتوافق مع السعودي، او انه هيك كبة من حيث لا انه ما لا يتعارض، بس انه هو وقت اللي حكي عم يحكي عن هذا الموضوع. بس ما بدنا ننسى انه الطائف هو علامة سعودية اساسية بالمسيرة اللبنانية. هل ترضى السعودية بغير الطائف؟ ما رضيت. بشو؟ لا بترضى. شو يعني شو؟ لا هي علامة مش سعودية، سعودية سورية علامة تسوية آنذاك. بين ثلاث طيب مكونات. طيب هلا في عندك نظام إقليمي جديد أميركا، أوكي، اللي هو الأكس، وبعده مش راكب. انتبه، بعد النظام هذا الأمريكان طرحوا العمود الفقري للشيء اللي هني بدهن إياه، مش بالضرورة يمشي.
في عندك صراع. طيب في خضم هذا الصراع النظام الإقليمي لم يستقر، فبناء على أي نظام إقليمي بدنا نستقر نحن بلبنان؟ لأنه للأسف لبنان من منشأه من أقله من أيام المتصرفية فصاعدا نحن انعكاس للتوازنات الإقليمية. طيب هلا ما فيش توازن إقليمي، على شو بده يرسل الموضوع؟ فنبقى على ما نحن فيه، بيطلعوا الزجالي وبيفقعوا الرادي وبيبلشوا يحكوا شي بهالمرشح شي بهذاك المرشح، وإذا بيطلع انه هو عنده التعليم السحري وبيطلع واحد تاني انه عنده معلومات. هي كل القصة كلها يتخبار بخبار. رجع الرفيق أفلاطون، رجعت لأفلاطون بيقول تمضيع بالتفاصيل، شوف الصورة الكبيرة. شوف الصورة الكبيرة ونزال بعدين شوف التفاصيل. طب الحوار قلنا ما يبدو لا دعوة من رئيسنا بيهبر إلى الحوار، لن يكون هناك دعوة. ممكن أن يكون هناك حوار خارج الأراضي اللبنانية برعاية من إحدى دول الخماسية، طالما ما فيش توافق بين لا يكفي الخماسية، عندك الخماسية والسداسية والخلاسية والإلآخرة، ما في عندك أطراف أخرى. طيب عم تحكي عن الطرف الإيراني بالتحديد، مش بس إيران، إيران روسيا، ما روسيا صارت بالمنطقة، قدي بعيدة عنا روسيا، حميميم قدي بعيدة، طرطوس قدي بعيدة. طيب في عندك انت قوى اقليمية، تركيا. طيب انا وين بالنسبة للاتراك؟ مصر اللي هي كمان لا تستطيع الا ان يكون لها مصر جزء من الخماسية. ايه بس انه عندك هل يكون دور للعراق او لا يكون؟ تعتبر مصر جزء مهمش من الخماسية؟ للأسف مكبت ليش محطوطة هيك؟ يعني ليش محطوطة؟ ما بنسمع موقف مصري ولا علاقة مصرية بالشأن اللبناني، متروك الأمر لأربع دول، فرنسا، المملكة العربية السعودية، لأنه إخواننا المصريين أجروا دور من سنة 74 للأمريكيين. يعني ما شو كان لهم عازة بالخماسية على هالحالة؟ هي الأمريكان بيستخدمون كصلة وصل للأسف، كصلة وصل أو كورقة كصلة وصل مع الخصوم. يعني انطلاقا من هون نحن ذاهبون الى مزيد من التصعيد وفوضى وعام صعب بال 2024 حسب، مش انا عم بقول هلا، كنت عم بقرا نسيت لمين كاتب انه عام صعب بال 2024. هو الدكتور كل سنه حدا يعني كل سنه بنتبشر بعام صعب، بعدنا هلا في عام ناطرين العام الجيد اصعب. يا ريت عرفت لي يا ريت، بس انه يعني بس عام صعب. شو عناوينه الاساسيه؟ مزيد من تحلل لمؤسسات الدوله، مزيد من الانهيار الاقتصادي، سقوط ممكن يطلع الدولار لل 200,000 وروح على الفوضى اللي مطلوبة؟ ايه وما حدا بده يهدي. ما يحني في للأسف بعض الأطراف بس المحلية بدها الفوضى وماشية فيها، وبعض الأطراف المحلية لا تمتلك رؤية دولة تمنعنا عن الفوضى. كلياته عفوا كلياته شغال بتفنجات صغيرة. طب بس الفوضى اليوم اللي عم تحكي عنها، الولايات المتحدة الأمريكية لها دور أساسي فيها، رغم أنها تبني أكبر سفارة لها بالمنطقة. طب كيف دولة تبني أكبر سفارة لها بمنطقة الشرق الأوسط بلبنان تريد أن تخلق فوضى وعدم استقرار بهذا البلد؟ ما هي قبل ثاني أكبر سفارة هي بالعراق اللي أمريكا عملت فيها الفوضى. لا تعمل الفوضى وأنت فيك تقرب على السفارة. امبارح صار في عملية قدام السفارة، اطلاق نار هيك خفيف خفيف، بيكون هذا واحد مبتهج بالسيرتيفيكات تبع ابنه. هي مع انه اتصلوا فيه انه ما هو قصة اطلاق الرصاص، بيتي بانطلياس يا عمي، لا سمعنا اطلاق رصاص ولا شيء. فبدك تشوف مين مخترع القصة. أنا بدي أشكرك دكتور جمال وكيم، أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية، على هالحضور، على هذه القراءة الشاملة للوضع في المنطقة، العالم، انعكاسه على لبنان. دائما في قراءة هيك جديدة مع حضرتك. تسلم يعني، شكرا. نحاول. شكرا لك دكتور، شكرا للمشاهدين على المتابعة، إلى اللقاء.